السلام عليكم، معكم سي بودينا قاطن بحي 1200 مسكن. هذه الحي 1200 مسكن، قمنا بمدينة انشغالات تاعنا، كانوا نقائص صغار شفناهم هنايا، جاوا اليوم الشركات اللي كانوا خدموا عاود زقال لهم كاع اليوم، جاوا ورقلوا كاع الامور اللي كنا هضرنا عليهم، وعدنا بالانشغالات الاخرين وعدنا بهم، قالنا نلبيهم لكم في اقرب الاجل. يعني كي شفنا هكذا شفنا باللي الحي تاع 1200 مسكن راهو مليح، يعني النقائص هذوك تلبوا في فتره وجيزه، يعني كي نقولوا في ميم 12 ساعه كلش مشى. ونعاودوا نقولوا هذايا يعني كسيت هذايا راهو حاجه واحده، مي سيت هذا ماهوش اديال كامل، اديال كامل راهي بزاف سكنات، بزاف حوايج اللي راهي تنخدم، واديال هذه راهي تخدم في خدمتها. يكونوا نقائص، لازم يكونوا نقائص، ماشي عندنا كاين في كاع البلدان كاين فيهم نقائص في المشاريع تاعهم اللي تسقموا مع الوقت. ما نقدروش نخدموا حاجه واحده في نهار واحد في وقت واحد، كل حاجه تخدم في غرضها. ربي يقدرنا وربي يقدر اللي راه يخدمه. زيارة بشرة خير ان شاء الله على سكان حي 1200 ان شاء الله، ان شاء الله من الخميس ولا السبت ان شاء الله كيعاود يزيد يجي، وان شاء الله يكونوا نفذوا الاوامر تاعو، ان شاء الله تماك نستبشروا اكثر بالخير. الحمد لله، سمعنا هضرنا معاه وتفاهم الموضوع، وان شاء الله واش هضرنا يكونوا عند حسن ظن السيد تاع 1200 ان شاء الله.